بسم الله الرحمن الرحيم. وإليك دليل المد اللازم من التحفة، ولازم أنس سكون أصلا وأصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام اللازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول الصور، وجوده وفي ثمان إن حصر، يجمع حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح الصور، في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر عشر، ويجمع الفواتح الأربع عشر. يصله سحيرا من قطعك، ده اشتهر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الفردوس الأعلى والدي يا رب العالمين، وكل من دخل القناة صلح له وباله يا رب العالمين. أخوته الدكتور كمال واسم ستاركم صلح له وباله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.